مو شايف بيان؟ كل هذا كذب، كله كذب. أنا ضياء. مرت عمي، في شي أنا مالي فهمانته لهلأ. فيني أفهم ليش مزعوجين مني إذا الحكيم نفسه ماله مزعوج؟ لا، نحن ما في داعي أبداً ننزعج منك. انتي ليش رحتي لهنيك وخلقتي مشكلة؟ أنا ما كنت عم بعمل مشكلة مرت عمي، أنا كان بدي أجوبة على أسئلة مهمة كانت عندي.